تشهد الدوريات الخمس الكبرى منذ نهاية بطولة كأس العالم 2022 تنافساً قوياً وصراعاً مشتعلة، سواء في القمة أو في قاع جدول الترتيب. البداية من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتربع على القمة مدفعجية أرسنال برصيد 47 نقطة بفارق 8 نقاط عن أقرب مطارديهم مانشستر سيتي حامل اللقب صاحب 39 نقطة، والذي يجد مطاردة شرسة من مانشستر يونايتد العائد بقوة ونيوكاسل الحصان الأسود للبطولة هذا الموسم. أما فريق ليفربول فيعاني بشدة هذا الموسم، ونفس الأمر بالنسبة لكتيبة البلوز تشيلسي، حيث تبدو فرص الفريقين صعبة لدخول المربع الذهبي في البريمير ليج للموسم الجاري. ويشتعل الصراع بصورة أكبر في الدوري الإنجليزي في القاع، حيث تتنافس 7 أندية لا يفصل بينها سوى نقطتين فقط على الهروب من شبح الهبوط إلى الشامبيونشيب. وفي الدوري الإسباني، قلب برشلونة الطاولة على غريمه التقليدي ريال مدريد، وبات يتصدر جدول الترتيب برصيد 41 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن العملاق الملكي، ويطاردهما ريال سوسيداد برصيد 35 نقطة، فيما يعاني أحد الكبار في القاع وهو إشبيلية الذي يحتل أول مراكز الهبوط لدور الدرجة الثانية في الليغا. أما في إيطاليا فواصل نابولي موسمه الاستثنائي وابتعد في الصدارة برصيد 47 نقطة بفارق 9 نقاط عن حامل اللقب ميلان صاحب المركز الثاني، ثم بعدهما يوفنتوس والإنتر ب 37 نقطة لكل فريق. في ألمانيا يتصدر كالعادة بايرن ميونخ، ولكن بفارق 4 نقاط فقط عن مفاجأة الموسم فرايبورغ، ويأتي خلفهما لايبزيغ برصيد 28 نقطة. وأخيرا في فرنسا يواصل باريس سان جيرمان تصدر جدول المسابقة ب 47 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن لانس المتفوق بدوره على مارسيليا الثالث بنقطتين.